يلقى حل، لانه بصراحه المنتخب يبين للجماهير مش مباراه سهله، انه ما قدمته كره القدم التونسيه والتطور الذي عرفته كره القدم التونسيه. 24 ايهاب المباركي في المحور، اثنين علي المشاني للتوالي، حكم تونسي صفر هذه المباراه. كره الترجي يبدا بقوه ضاغط منذ بدايه المباراه بدخول مايكل انيرامو مكان المصاب تاع ياسين الخميسي. هذه كره ومحاوله من الدبابة طويلة جوجو كوستا، المحاولة والفرصة للنجم الساحلي الدخول للباكس، يدخل كوستا أمير العيادي صفر الفاول، المخالفة للنجم الرياضي الأساسيكو حمزة الأحمر يرفع الكرة بالبوكسينج، ما زالت الكرة والهجمة. علي الجمل يتصدى لكرة حمزة الأحمر قبل، يشاهد المباراة عبر قنوات الكأس الرياضية ويردد ولد العاصمة ولد الجمعية ولد الحومة. شناف المرة هذه يلعب كرة عكسية إلى غازي عبد الله الرزاق، يدخل غازي للمنطقة أمير العيادي، أمير العيادي يقول ما فما حتى شيء. قرار الحكم الرئيسي لمباراة اليوم لاعبي الترجي يطالبوا حكم المباراة بالكارت الأصفر. أربعة هزائم وكرة ومحاولة للترجي، تصويبة الآن خليل شمام يرفع الكرة عالية والفوق المرمى، الركنية الثلاثية يرفع الكرة خليل شمام، كرة مرعوبة تدخل من الحارس الجبالي ما يخويش، الكرة تضيع تخرج هذه الكرة وتمر 36 بالنسبة للترجي، كرة من حمدي النقاز يحاول يرفع كرة يستفيد من الركنية. 3-0 دوبلي تاع حمزة الأحمر، الاستقبال دفاع الترجي موجودة، التصويبة قوية، جول علي الجمل يتصدى، أبرز كرة وأبرز محاولة، تصويبة كان هذه سياح للمحاولة، كرة شوي اللاعبين، الكره من غازي عبد الرزاق يرفع عنك مره راسيه كانت من ايمن الترابلسي، ما زالت الكره والمحاوله، علي الجمل يتصدى بالبوكسينغ، ترجع الكره كره لايهاب المباركي وثابت زياده الجبالي. المحاولة الأولى فخر الدين بن يوسف يحط كرة الترويض الكنترول اورينتال، لكن يحاول التوزيع وحاول باش يوزع فخر الدين بن يوسف، الكرة عكسية تعود ركلة مرمى عمرو مرعي ماذا يفعل عمرو مرعي، يحاول يصوب أرضية لكن الكرة سهلة للحارس زياد اللي إلى محمد أمين بن عمر، يمر يعدي بن عمر يدخل البوكس، بن عمر يحاول التصوير مع حمدي النقاز، كرة بين يدي النقاز يرفع كرة عمري كانت بعيدة عليه، فرصة ومحاولة، لا زالت الكرة من غازي عبد الرزاق يسوي فوزي البنزرتي الرياضي، البنزرتي عالكالي بنغورا الغيني الذي أصبح قريب من المغادرة من النجم الرياضي. الكرة كان الأخير من ماهر الصغير، وهي الصورة في الدوري التونسي، حاجة بسيطة بين أمين الشرميطة غيرت المعطيات. مباراة في كرة القدم تدوس، مباراة جولة خامسة مؤجلة، ما زالت بحركات أمامكم في المنتخب الوطني التونسي، نشوفوا في مشاهد شحنات في المدرجات المدنية أهم شكي، هذا أمامكم وأيضا ماهر بن صغير إخراج ورقة حمراء في وجه زوج لاعبين عمر مرعي والكلي بنغورا، التفسير ربي يستر لما يختار إلغاء الويكلو بقرار إنهاء المباراة. كرة من غازي العيادي التزدية، لو فكر اللاعبية على الميدان لكان أفضل.